ازيكم يا شباب، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هناخد اخر حصة لينا في المنهج كله، درس الاستاتستكس اللي كان فاضل لنا النهاردة ان شاء الله باذن ربنا هنخلصه، ويبقى كده خلصنا منهج الالجبرا والجيومتري كله. درس النهاردة ده مش هقول لكم ان درس سهل لان انتوا هتشوفوا بنفسكم. درس النهاردة اصلا ده شوية جداول statistics ملوش علاقة بالماس، يعني ملوش علاقة نفهم او ما نفهمش. هو درس مش صعب، مفهوش فهم، في طريقة حل، في جدول هنحفظ التايتلز بتاعته وهنشوف الارقام هنجيبها ازاي او هنعمل فيها ايه ونحل المسائل اللي هتجيلنا. طبعا درس النهاردة عليه تقريبا ممكن يوصل لخمس درجات في الامتحان، مضمونين هدية. جدول بيجيلنا او مسألة بتجيلنا بيطلب مني الستاندرد ديفيجن زائد سؤال في التشوز عليه نص درجه، دول لازم دي ودي يجوا لنا في الامتحان على الدرس ده، فبالتالي درس سهل، هديه يعتبر درجتها مضمونه. طيب تعالوا بسرعه كده ما نضيعش وقت وندخل في الدرس بتاعنا. اول حاجه عندنا شويه كلام كده نظري في الاول. انا عارف ان انتم مش متعودين مننا ان احنا نحكي في الكلام النظري ده، بس هو ساعات بيجيب في التشوز حاجه من الحاجات اللي انا هقولها دلوقتي، وبسرعه هقول لكم ايه المطلوب منكم في الجزء ده. اول حاجه ازاي نعمل كولكشن او كولكشن للداتا، كولكتنج داتا. طيب اول حاجه عندي حاجه اسمها ريسورسنج اوف كولكشن داتا، يعني مصادر جمع البيانات. يعني مثلا احنا النهارده قلت لكم في اول الدرس ده احنا بنعمل statistics احصائيات، عايز اعمل احصائيه يا سيدي ببساطه كده، وانتوا عارفين ان احنا كلنا لينا في الكوره، عايز اعمل احصائيه كم واحد زملكاوي كم واحد اهلاوي، هعمل ايه؟ قال لي اول حاجه انا عندي الريسورس بتاعت كولكشن الداتا مصادر جمع البيانات، انا عندي مصدرين. اول مصدر حاجه اسمها برايمري ريسورس، تاني مصدر اسمه سكندري ريسورس. طيب ايه اللي مطلوب مني؟ انا هحفظ لما يجي يقول لي الريسورس اوف كولكشن داتا هختار البرايمري ريسورس وفي السكندري ريسورس، هما الاثنين دول بس، هما دول الريسورس اوف كولكشن داتا. يعني ايه برايمري ريسورس ده؟ ليكم انتوا الشرح ده، مع اني طبعا احنا الشرح ده مش مطلوب مننا بس عشان تبقى فاهم. انا عندي قلت نوعين لما انزل اجمع بيانات من الناس، ايه النوعين دول؟ اول نوع اسمه برايمري ريسورس. يعني ايه برايمري ريسورس؟ يعني انزل اسال الناس واحد واحد، يعني امسك محمد اقول له يا محمد انت اهلاوي ولا زملكاوي؟ طبعا انتوا عارفين ما هيقول لي زملكاوي او اهلاوي. يعني احمد اهلاوي ولا زملكاوي؟ اهلاوي. طب خلاص اهلاوي، هو كله اهلاوي مفيش زملكاوي خالص ولا ايه؟ المهم هجمع الاحصائيه دي واشوف كم واحد اهلاوي وكم واحد زملكاوي. بس مشكله البرايمري ريسورس ان هتاخد وقت كتير عشان اسال كل المجتمع، وهتاخد فلوس كتير، لان انا عشان انزل واسال يبقى هتضيع وقت وهتضيع فلوس، دي مشكله البرايمري ريسورس. طب انا عندي طريقه ثانيه اجمع بيها البيانات اسمها سكندري ريسورس. ايه السكندري ريسورس دي؟ ادخل على الجوجل على النت واستخدمه ان انا اشوف في ناس عملت اي احصائيات قبل كده على الموضوع اللي انا بعمل عليه البحث او الاحصائيه. يعني مثلا في ناس او شركات قبل كده عملت احصائيه كم واحد اهلاوي وكم واحد زملكاوي والكلام ده، ادور على النت لو لقيت استخدمها معايا. الكتب والمراجع اللي في المكتبات ممكن يكون فيها معلومات على الاحصائيات اللي انا عايز اجمعها، يبقى دي اسمها سكندري ريسورس. يبقى انا عندي نوعين من الريسورس بتاع الكولكشن داتا، نوعين من مصادر جمع البيانات، اول نوع برايمري ريسورس، ثاني نوع سكندري ريسورس. مش هنطول في الكلام ده كتير لانه كلام سهل وفاضي. انا اللي طالبه من حضرتك لما يسالني على الريسورس اوف كولكشن داتا هقول له برايمري ريسورس وهقول له سكندري ريسورس، بس كده. بعد كده عندي حاجه بقى ذا ميثود اوف كولكشن داتا، ايه طريقه جمع البيانات؟ اول حاجه انا عندي طريقتين. اول طريقه طريقه اسمها ميثود اوف ماث بوبيوليشن، تاني طريقه اسمها ميثود اوف سامبلز. دول طريقتين. طيب دول اللي احنا هنحفظهم بس الطريقتين دي. طب شرح دي ايه وشرح دي ايه؟ انا هقولها لك برضه عشان تبقى فاهم وانت بتحفظ، بس احنا هنحفظ بس التايتل ده والتايتل ده. اول طريقه بتاعت الماس بوبيوليشن دي بيقول لي الطريقه دي ان احنا بننزل زي ما قلت لكم نسال الناس واحد واحد، كل الناس، امسك من محافظه اسوان لغايه محافظه اسكندريه واسال واحد واحد
على موضوع الاحصائيه اللي انا بعملها. يا عم انت اهلاوي الزمالكاوي، يا عم انت اهلاوي الزمالكاوي، يا محمد انت اهلاوي، يا احمد امينه انت اهلاوي الزمالكاوي، يا محسن اهلاوي الزمالكاوي، وهكذا. تمام؟ واكتب وسجل. بس انا قلت لكم دي ليها مشكله، ان هي نيد مور تايم اند مور ماني، هتحتاج وقت كتير وفلوس كتير. الطريقه الثانيه بقى، بس طبعا الطريقه الاولانيه دي بتبقى دقيقه جدا، طريقه جمع البيانات في اللي هي بتاعه الماس بروبريشن دقيقه جدا، لان انا بسال كل الناس فبعرف كل الناس عايزاه او تبعني. الطريقه الثانيه اسمها ميثود اوف سامبلز. سامبلز يعني عينات. زي ما حضرتك تروح معمل التحاليل كده وعايز تعمل تحليل، اكيد مش بيسحبوا دمك كله عشان يعملوا تحليل، بياخدوا عينه. فاحنا نفس الكلام، انا هاخد عينه من المجتمع، وليكن فصل في المدرسه مثلا، مش هسال المدرسه كلها، هاخد فصل في المدرسه اساله اهلاوي. طبعا الفصل ده او المجموعه او السامبلز اللي انا سالتهم دول مش هيدوني معلومات دقيقه عن الموضوع، النتيجه ممكن تبقى صح وممكن تبقى غلط او فيها نسبه غلط. تمام؟ يبقى النوع الثاني اسمه ميثود اوف سامبلز. طيب يبقى انا عندي طريقتين لجمع البيانات، يبقى انا اول حاجه مصادر جمع البيانات اللي هي الريسورس، ثاني حاجه الميثود اوف كولكشن. الميثود احنا قلنا برضو طريقتين، طريقه الماس بروبليشن وطريقه السامبلز، دي الطريقه الثانيه. اخر حاجه في الجزء النظري اللي احنا اشتغلنا عليه ده، احنا هنكمل قايلين دلوقتي في الجزء اللي فات ازاي، او الميثود اللي اقدر اعمل بيها الاحصائيه بتاعتي، او الميثود اللي بجمع بيها الداتا بتاعتي. قلنا عندي طريقتين اهو في الصفحه اللي قبل كده، لسه قايلين طريقتين، ميثود اوف ماس بوبيليشن وميثود اوف سامبلز. تعالوا بقى نمسك السامبلز دي. السامبلز دي يقول لي هاو وي سيلكتد سامبلز، ازاي اختار السامبلز بتاعتي او العينه اللي هعمل عليها الاحصائيه اللي انا بتكلم فيها. انا عندي طريقتين، اول طريقه اسمها ذا بايزد سيلكشن، بايزد سيلكشن اللي هي نوت راندوم سيلكشن، وطريقه ثانيه اسمها راندوم سيلكشن او راندوم سامبل. يعني ايه الفرق ما بين الاثنين؟ اول واحده بيقول لي نوت راندوم سيلكشن، يعني مش اختيار عشوائي، يعني مش هاجي كده امشي في الشارع اقول له تعالى يا عم انت اهلاوي ولا زملكاوي، لا انا هنا هختار فئه معينه هسالها. يعني ايه؟ يعني ممكن امسك اقول لا انا هسال البنات بس، يبقى انا كده عملت نوت راندوم سيلكشن، لا انا هسال الاولاد بس، خلاص نوت لا راندوم، وهكذا. يبقى انا هنا بسال مجموعه معينه، هسال مدرسه كذا بس. لكن النوع الثاني راندوم سيلكشن ده اختيار عشوائي، امشي اي حد قبله ايه؟ اسال. ده الفرق ما بين او طريقتين ان انا اختار بيهم السامبلز. تمام كده؟ يبقى احنا خدنا ثلاث حاجات، هنحفظ بس التايتلز بتاعت كل حاجه تحسبا لو جت في الامتحان، هي قليل لما بتيجي، بس برضو خلينا نبقى جاهزين قدام اي احتمال. تمام كده؟ تعالوا بقى ندخل في الشغل الجد بتاعنا. كل ده كان شغل سهل، تعالوا بقى ندخل في الشغل الجد. بدايتنا عايزين نفتكر شويه الاستاتستكس اللي خدناهم السنين اللي فاتت. كنا خدنا السنين اللي فاتت ثلاث حاجات لو الناس فاكره. ايه الثلاث حاجات دول؟ المين والمود والميديان. المين والمود والميديان، تعالوا نشوف ونراجع الكلام. ادي هنا المين، ادي المود، ادي الميديان. بص بقى المين لو كان جاب لي شويه ارقام بالشكل ده 2 و3 و4 و7 و5، بيقول لي عايز المين بتاع شويه الارقام دي. كنا بنعمل ايه؟ الناس اللي فاكره الرول بتاع المين ايكوال ذا سام اوف فاليو اوف ذير نمبر على اعدادهم، يعني مجموعهم على اعدادهم. يعني بعمل كده بقول له 2 بلس 3 بلس 4 بلس 7 بلس 5 ديفايدد، اعدادهم كام رقم؟ ادي 1 2 3 4 5 يبقى ديفايدد 5، واحسب واقول له المين بكذا. دي اول حاجه، ده بالنسبه للمين اللي احنا خدناه في اولى وثانيه اعدادي، هو ده. طبعا لازم نراجع الحاجات دي لان بتجيلي في الامتحان. المود، المود بتاع شويه الارقام اللي هكتبهم 2 و3 و2 و3 و4 و2. المود اكتر رقم بيتكرر عندي، لو تفتكروا قلنا لما يجي يطلب المود اكتر رقم اتكرر. انا عندي هنا 2 و2 و2 اتكررت ثلاث مرات، فهقول له المود بتاعي ايكوال 2، بس كده هو ده المود، اكتر رقم اتكرر. ثالث حاجه الميديان ده. الميديان 2 و3 و7 و4 و5، مسألة زي كده. لما يجي يطلب مني الميديان، قلنا الميديان ده من اسمه يعني الرقم اللي في النص، بس في ناس كانت بتغلط وتقول الرقم اللي في النص على طول، وده غلط، كده ضيعت المسألة السهلة التافهة اللي المفروض نحلها بسهولة. قلنا عشان اجيب الميديان، الناس اللي سمعها بتقول ايه لازم نعمل ايه الأول؟ ها؟ الرينج، لازم نرتب.
من الصغير للكبير او من الكبير للصغير مش فارق معايا. 2 و3 4 5 7. دلوقتي اقدر اجيب اللي في النص فهقول له الميديان بتاعي ايكوال 4. برافو عليك. طب واحد يجي يقول لي يا مستر انا سامع السؤال اهو، افرض كان عدد الارقام ايفن وكانوا رقمين في النص مش رقم واحد. تعال نشوف اكزامبل 2 و4 و3 و7 و5 و6. يلا احنا اتفقنا اول حاجه عشان اجيب الميديان لازم اعمل ايه؟ ارتب. يلا الرتب 2 3 4 5 6 7. لو بصيت هتلاقي في رقمين في النص هنا رقمين. طب اجيب الميديان ازاي؟ اقول له الميديان ايكوال 4 بلس 5 اوفر 2، الاثنين اللي في النص بلس بعض ديفايد 2 يعني هيديني 4.5. يبقى الميديان بتاعي ايكوال 4.5. يبقى من الاول تاني نعيد من الاول، المين مجموع الارقام كلها ديفايدد عددها، المود اكتر رقم اتكرر، الميديان برتب وبجيب اللي في النص، لو رقم واحد يبقى هو ده الميديان، لو رقمين يبقى هعملهم بلس بعض اوفر 2. ده بالنسبه للمين والمود والميديان اللي ممكن حاجه منهم تجي لي في سؤال اللي تشوز، لان انا قلت لكم في سؤال تشوز بنص درجه هيجي لي. طبعا مش هتيجي مساله لان ده كلام فاضي يجي في التشوز. طيب امال ايه الجديد؟ هتقول لي يا مستر طب ما الكلام ده عارفينه من السنين اللي فاتت، عارفينه من اولى وثانيه اعدادي، ايه الجديد؟ الجديد عندنا بقى حاجه اسمها الديسبرجن. ايه الديسبرجن ده؟ ركزوا معايا كده كلكم عشان نعرف الدرس بتاعنا هو ده، اسمه الديسبرجن. الديسبرجن ده بالعربي او بالبلدي اسمه الاختلاف او التشتت. طبعا الكلام ده محتاج ترجمه، يعني ايه الاختلاف يا مستر؟ يعني مثلا انا عندي جروب بتاعكم، مثلا الجروب ده فيه خمس ولاد او خمس بنات، عملت لكم امتحان، في واحد جاب من 10 طبعا، في واحد جاب 9، في واحد جاب 10، في واحد جاب 4، في واحد جاب 5. دول الاربعه اللي كانوا معايا في الجروب ودي درجته. عايز اعرف الديسبرجن الاختلاف ما بين المستوى بتاعه. يعني ايه الاختلاف ما بين المستوى؟ يعني انا عايز اعرف انتوا لما بتقعدوا، لما يكون الجروب كله شاطر ودرجاتهم قريبه من بعض يبقى دول مجموعه متجانسه مع بعض، ماشيين مع بعض، اقول كلهم شاطرين. لكن لو واحد شاطر وبيجاوب بسرعه وصح وواحد درجته وحشه مش مركز معايا ونايم، طب ما كده مش هيبقى في تجانس في الجروب. عشان كده انا بقيس الديسبرجن اللي هو الاختلاف، بقيسها بالدرجات اللي عندي. طب ازاي الديسبرجن ده بيتقاس؟ اقيس ازاي؟ لو انا عندي ارقام اهي بقول لي عايز الديسبرجن، عايز اقيس الاختلاف ما بين الدرجات بتاعت الولاد اللي عندي. عندي طريقتين بقيس بيهم الديسبرجن، طريقه اسمها الرينج وطريقه اسمها الستاندرد ديفيجن. طريقه اسمها الرينج وطريقه اسمها ايه؟ الستاندرد ديفيجن. طب تعالوا واحده واحده. الرينج، قال لي الرينج دي طريقه سهله جدا عشان اقيس بيها الاختلاف في الدرجات بس مش دقيقه، نوت اكيوريت، مش دقيقه، مش هتطلع النتائج دقيقه بس هي سهله. طب الرينج ده بجيبه ازاي؟ اكبر رقم عندي اكبر درجه ماينس اصغر درجه، يعني لو انا هشتغل على الدرجات دي 9 ماينس 4 يبقى الاجابه بتاعتي 5. كل ما الرينج او كل ما الديسبرجن الاختلاف بتاعي قرب من الزيرو بقى الجروب متجانس مجموعته قد بعض. يعني مثلا لو اديتك درجات اربع ولاد تاني في مجموعه تاني جايبين مثلا 5 و5 و5 و5، دي درجاتهم كلهم زي بعض. اكبر رقم 5 ماينس اصغر رقم 5 ماينس 5 اللي هي بكام؟ بزيرو. يبقى الديسبرجن بتاع الاختلاف يبقى دول نفس المستوى. خلاص يبقى انا عرفت ايه؟ انهم نفس المستوى. بس انا بقول لكم في الارقام المختلفه احنا الرينج بتاعي ما بيجيبش نتيجه دقيقه للديسبرجن، ما بيجيبش نتيجه دقيقه للديسبرجن. يبقى الديسبرجن بيتقاس بحاجتين، حاجه اسمها الرينج وحاجه اسمها الستاندرد ديفيجن، وده اللي هناخده بالتفصيل، ده اللي فيه الشغل والجداول كلها. ايه الستاندرد ديفيجن؟ قال لي الستاندرد ديفيجن ده نوع بقيس بيه الديسبرجن برضه، نوع تاني. النوع ده مور كومبليكيتد، معقد شويه، صعب شويه. هو مش صعب ولا حاجه، احنا هنشتغل دلوقتي، بس اقصد بالنسبه للرينج هيبقى اصعب بكتير لان جداول، بس في نفس الوقت اكيوريت، دقيق جدا، هيطلع لي النتيجه صح. تمام؟ طيب السؤال بيجيني ايه؟ ممكن يجي لي كومبليت زي الجزء اللي تحت. اسالني بقى تلاقوه في كل المحافظات. The simplest and easiest method for measuring dispersion. اسهل وابسط طريقه اقيس بيها الديسبرجن قلنا مين؟ الرينج.
طب لو جه قال لي the accurate way to measure dispersion، اكتر طريقه دقيقه اقيس بيها الديسبرجن، هقول له مين؟ الستاندرد ديفيجن. اكتب له الستاندرد ديفيجن. يبقى ده الفرق ما بين الاثنين، الطريقتين بقيس بيهم الديسبرجن. بس واحد سهل اسمه الرينج، وعلى فكره سؤال الرينج ده بيجي في الامتحان كتير، يقول لي the range في الكومبليت، قصدي في اللي تشوز، انتوا ما عندكمش كومبليت، في اللي تشوز the range of the number 2 و4 و3 و7 و9 و10 از نقط. اجيب الرينج ازاي يا شباب؟ قلنا الرينج اكبر رقم ماينس اصغر رقم، يعني 10 ماينس 2 ايكوال 8، يبقى الرينج بتاعي ايه؟ خلاص؟ يبقى ده بالنسبه للرينج، دي الطريقه الاولانيه اللي بقيس بيها الديسبرجن وبتبقى مش دقيقه، بس بيجي لي طبعا اسئله عليها في الامتحان مفيش مشكله، اكبر رقم ماينس اصغر رقم. طب تعالوا بقى ندخل في تفاصيل الستاندرد ديفيجن. الستاندرد ديفيجن ده، تعالوا بقى على نظافه كده من الاول، الستاندرد ديفيجن ده علشان اشتغل عليه احنا عندنا ثلاث انواع منه. تعالوا نشوف ايه الانواع بتاعتي. اول نوع يديني شويه ارقام، عايز الستاندرد ديفيجن ل 2 و 3 و 4 و 5 و 7 مثلا. ده اول طريقه، ده الجدول بتاعه ثلاث خانات بس. تاني طريقه، عايز الستاندرد ديفيجن للاكس، وادي الكي 2 3 4 7 سم هنا 1 5 7 8 9 1 و 5 6 و 7 هنا 15 15 و 6 21. هنا ده بقى لما يجيب لي عايز الستاندرد ديفيجن لجدول، اروح اعمل له جدول تاني بس من ست خانات، وهنشرح الكلام ده بالتفصيل اهو. الستاندرد ديفيجن الثالث بيبقى برضه جدول بس سيتس، وهفرق لكم ما بينهم سيتس وفريكونسي. هنا من 10 اب تو 20 اب تو 30 اب تو 40 وهكذا، وهنا اي ارقام. هنا بقى بيبقى جدول، الاجابه بتاعته جدول بس من 7 خانات اهو. يبقى دول الثلاث انواع بتوع الستاندرد ديفيجن اللي هندرسهم النهارده بالتفصيل، كل واحد هناخد عليه شغله بالتفصيل، بس ثلاثه دول لازم واحد فيهم يجي لي في الامتحان. اللي قدامك دول اهو، ده حاجه اكيده، سؤال اكيد في الامتحان وهديه. اعرف طريقه كل واحد، وهنحفظ طريقه كل واحد بتتحل ازاي، دي جداول ما فيهاش فهم، انا مش هشرح حاجه تتفهم، الموضوع بسيط جدا. جدول هنحفظ التايتلز بتاعته، وهنعرف هنكتب الارقام ازاي، ونعمل الحسبه بتاعته. دي اسمها حسابات، مش ماس يتفهم، ما فيهوش تفكير اصلا. واحد من الثلاثه دول هيجي لي في الامتحان، يا اما يديني شويه ارقام ويقول لي عايز الستاندرد ديفيجن بتاعتهم، يا اما يديني جدول زي كده عادي مش جدول سيتس اللي فيه الشرطه دي ويقول لي عايز الستاندرد ديفيجن بتاعتهم، يا اما يجيب لي جدول سيتس زي ده اللي هو بشرطه هنا، واقول لكم الشرطه دي يعني ايه لما نوصل لها، ويقول لي عايز الستاندرد ديفيجن بتاعتهم. واحد من الثلاثه دول لازم يجي لي في الامتحان. تعالوا نبتدي نمسك واحد واحد ونفهم مع بعض. اول واحد، بصوا بقى الستاندرد ديفيجن الرول بتاعته اهي، بعد كده هنعمل الجدول اقول لكم الرول بتاعته. الرول بتاعته طبعا دي هتتحفظ زي اسمك، هي سيجما ايكوال، دي علامه اسمها سيجما. انا عارف ان الكلام جديد بس دي علامه اسمها سيجما، مش مهم انت ايه تقول لي اسمها، المهم تحفظ العلامه دي بتاعت الستاندرد ديفيجن. روت واعمل فراكشن، دي علامة اسمها summation أو sum أو total يعني مجموع. الإكس ماينس إكس بار باور 2، هتقول لي إيه الإكس بار؟ الإكس بار دي المين، الإكس بار دي المين اللي إحنا لسه قايلين من شوية بنجيبه إزاي، وعرفته في المسألة برضه هنجيبه إزاي. أوفر إن، الإن دي النمبر أوف فاليو، عدد الأرقام اللي عندي في المسألة. يبقى دي الرول بتاعتي اللي هتتحفظ حضرتك زي اسمك، ما فيهاش هزار. هتقول لي السيجما ايكوال روت سم اكس ماينس اكس بار باور 2 اوفر ام. طيب هو ممكن يجيب لي كومبليت او تشوز؟ طبعا انت هيجي لك تشوز في الامتحان الديفينيشن ده، ده انت هتلاقيه في محافظه القاهره في اول امتحان، ومتكرر في امتحانات كتير. طبعا انا مش بقول لك احفظ الديفينيشن، انا ما بقولش احفظ الديفينيشن ده، انا بقول لك احفظ الروت.
بس انت لو لقيت الديفينيشن ده تبقى عارف ان ده بتاع الستاندرد ديفينيشن، ما تحفظوش، هو مش هيجي لك كومبليت تكمله. ده هو هيجيب لي السؤال كده: ذا بوزيتيف سكوير روت اوف ذا افريج اوف سكوير اوف ديفيشن اوف ذا فاليو فروم ذا مين از كولد. فانا هقول له ستاندرد ديفيشن. طبعا هيجيب لك اختيارات: المين ولا المود ولا الميديان ولا الستاندرد ديفيشن. طبعا انا هقول له ده الرول بتاع الستاندرد ديفيشن. تمام كده؟ يبقى ده الرول بتاع الستاندرد ديفيجن اهو، وده الشرح بتاعه اللي بيجي لي في الامتحان، وانا اختار الاجابه. طبعا هختار الستاندرد ديفيجن. تمام كده؟ طب اما الاسئله بتجي لي ازاي؟ تعال نشوف اول نوع. اول نوع قلت لك ايه؟ بيقول لي فايند ذا ستاندرد ديفيجن اوف، واداني شويه ارقام، سيت اوف فاليو، مجموعه ارقام. يبقى ده اول نوع اللي كان هنا خالص، اللي قلنا هنعمل جدول من كام خانه؟ ثلاث خانات. احفظ معايا، ما انت لو قاعد قدامي كنت اخليك تعيد وتزيد. رجع الفيديو وعيد وزيد واحفظ وسمع معايا. قلنا ثلاث خانات، حضرتك ترسم لي جدول من ثلاث خانات، ادي واحد اثنين ثلاثه. اول خانه هنسميها اكس، اول خانه هتسميها اكس، ثاني خانه هتسميها اكس ماينس اكس بار، اكس ماينس اكس داش اللي هو اكس بار يعني، خلاص؟ طيب اكس ماينس اكس بار او اكس ماينس اكس داش. ثالث خانه اكس ماينس اكس بار باور 2. يلا حضرتك انت كانك قاعد قدامي، قول معايا ثلاث خانات. اول نوع لما يجيب لي سيت اوف فاليو، شويه ارقام كده من غير جداول، ويقول لي عايز الستاندرد ديفيجن بتاعتهم، برسم جدول مكون من ثلاث خانات: اكس اكس ماينس اكس بار، اكس ماينس اكس بار باور 2. خلاص كده؟ تاني اكس اكس ماينس اكس بار، اكس ماينس اكس بار باور 2. خلاص كده؟ طيب انا دلوقتي عملت دول، لازم احفظ التايتلز كويس قوي، لان هي دي اللي بشتغل عليها. فحضرتك كل اللي هتحفظه لي جدول ثلاث خانات، حافظ لي الثلاثه اللي انا هكتبهم فوق: اكس واكس ماينس اكس بار واكس ماينس اكس بار بار. خلاص كده؟ طيب يلا نكتب الاكس زي ما هم، الارقام دي زي ما هي، هكتبهم تحت بعض اهو: 12 13 16 18 21، والصم بتاعهم او التوتال، لازم اكتب الصم من عندي. طيب اكس ماينس اكس بار، هتيجي تقول لي يا مستر هي ايه الاكس بار دي؟ انا لسه متفق معاك الاكس بار دي هي المين. طب المين بنجيبه ازاي؟ ما احنا لسه قايلين من شويه لو انا عندي شويه ارقام علشان اجيب المين، هقول له الاكس بار ايكوال مجموع الارقام دي ديفايدد عددها، يعني 12 بلس 13 بلس 16 بلس 18 بلس 21 ديفايدد عددهم كم رقم؟ 1 2 3 4 5 ديفايدد 5. احسب هلاقي الاكس بار طالعه لي او المين طالع لي بكام؟ ب 16 اهو زي ما قدامكم طالع. طب دلوقتي بيقول لي ايه بقى؟ انا هنفذ الكلام ده: اكس ماينس اكس بار، اكس ماينس اكس بار، الاكس بكام الاولانيه؟ 12 ماينس الاكس بار دي 12 ماينس 16 هتديني نيجاتيف 4. خلي بالك اقعد النيجاتيف 12 ماينس 16، انا بنفذ اكس ماينس اكس بار، ادي الاكس وادي الاكس بار، محدش يعمل لي ده ماينس ده، لا اكس ماينس اكس بار. نفذ التايتلز اللي احنا كاتبينه فوق واللي حضرتك حافظه: اكس ماينس اكس بار يعني 12 ماينس 16، بعد كده 13 ماينس 16 نيجاتيف 3، بعد كده 16 ماينس 16 0، بعد كده 18 ماينس 16، كل واحدة من دول عامل لها ماينس الاكس بار ب 2، 21 ماينس 16 ب 4. بعد كده عايز تعمل الصم بتاع دول، ماشي، مش عايز ما تعملش، انت حر، هو دايما بتطلع زيرو. خلاص؟ دي مالهاش لازمة عندي أو زيادة، عايز تجمعهم جمعهم، مش عايز ما تجمعهمش وما تكتبش زيرو واحد. طب الخطوة اللي بعدها بيقول لي اكس، أنا بنفذ التايتلز اللي فوق اللي قلت تتحفظ، آخر خانة في الجدول. اكس ماينس اكس بار بار 2، بمسك ده اعمل له بار 2 واكتبه هنا، ده هعمل له بار 2 واحطه هنا، ده هعمل له بار 2. بس خلي بال حضرتك وانت بتعمل بار 2 لازم في براكت، يعني نيجاتيف 4 بار 2 اول واحد تديني 16 اهي 16، بعد كده نيجاتيف 3 بار 2 هتديني 9، اوعى حد يعملها من غير البار 2، لو عملتها نيجاتيف 3 من غير البراكت اقصد باور 2 بالشكل ده بيديك نيجاتيف 9، وبالتالي ده هيبقى غلط وضيعت كل اللي احنا عملناه. يبقى لازم يبقى في براكت هنا 0 باور 2 ب 0، بعد كده 2 باور 2 ب 4، بعد كده 5 باور 2 ب 25، بعد كده اجمع ده كله 16 بلس 9 بلس 0 بلس 4 بلس 25،
كل ده اعمل لهم بلس على الكالكوليتر هيديني الاجابه 54. طيب كل ده احنا ما طلعناش الستاندرد ديفيجن لسه، انا كملت الجدول بتاعي، اظن الجدول كده بقى واضح، كملته كله. طب اجيب الستاندرد ديفيجن ازاي؟ عن طريق الرول اللي احنا حافظينها، ما انا قلت في اول الحصه لازم هنحفظ الرول. الرول بتاعت السيت اوف فاليو خلي بالكم غير الرول بتاعت الجدول اللي هناخده بعد شويه، فكل واحد ليه رول. دي بستخدمها لما يبقى شويه ارقام كده من غير جدول يقول لي عايز الستاندرد ديفيجن بتاعه. طب يلا استخدم الرول اللي احنا هنكتبها، سيجما ايكوال روت واعمل لي فراكشن سم اكس ماينس اكس بار باور 2 اوفر ان. طيب هتيجي تقول لي ده اجيبه منين؟ حضرتك الكلام ده ايكوال اهو، ادي الروت سم اكس ماينس اكس بار باور 2، مش هو ده؟ مش احنا قلنا الخانه دي اسمها اكس ماينس اكس بار باور 2 وده السم بتاعهم، ده المجموع اهو اهو قدام السم، يبقى هنا 54 اوفر ان النمبر بتوع الارقام دول، كم رقم الارقام دي؟ خمس ارقام، يبقى اوفر 5، وارص دي على الكالكليتر روت 54 اوفر 5 هتطلع لي 3.28. طبعا لو طلع ديسمال كتير باخد اول رقم بعد البوينت او اول رقمين كفايه كده، تمام؟ يبقى الاجابه بتاعتي 3.28. يبقى انا كده طلعت له الستاندرد ديفيجن بتاعتي ب 3.28 والمساله خلصت وخدت درجتي كام. انتوا يمكن مستصعبين الموضوع في الاول، بس الموضوع بسيط صدقوني، واحده واحده ومع حل كتير هنلاقي الموضوع بسيط. انا هحل معاك واحده ثانيه، مساله ثانيه على نفس النوع ده. بيقول لي فايند ستاندرد ديفيجن اوف 4 و14 و16 و20 و24. يلا مع بعض، قلنا اول حاجه ما دام شويه ارقام عمل جدول من كام خانه؟ ثلاثه. ادي واحد اثنين ثلاثه. الناس اللي حفظت قلنا اول خانه بكتب ايه؟ اكس. تاني خانه بكتب ايه؟ اكس ماينس اكس بار. تالت خانه بكتب ايه؟ اكس ماينس اكس بار بار 2. اهو الناس اللي حفظت. طيب بعد كده بنزل الاكس، الارقام دي هي هي هنا 4 14 16 22 24 وبعد كده بكتب الصم. لغايه دلوقتي الموضوع بسيط جدا. اكس ماينس اكس بار، قلنا لازم نجيب الاكس بار الاول. هجيب الاكس بار ازاي؟ ده لمين؟ مجموع الارقام دي كلها ديفايدد عددهم، يعني 4 بلس 14 بلس 16 بلس 22 بلس 24 اوفر عددهم كام؟ نعد نلاقيهم خمس ارقام اوفر 5. هنحسب ده كله، المين هيطلع لي ب 16، يبقى دي الاكس بار طلعت ب 16. طب الخانه دي بتقول لي ايه؟ اكس ماينس اكس بار، يعني كل اكس من دول هعمل لها ماينس 16 مره واكتب الاجابه هنا. 4 ماينس 16 بنيجاتيف 12، 14 ماينس 16 بنيجاتيف 2، 16 ماينس 16 ب 0، 22 ماينس 16 ب 6، 24 ماينس 16 ب 8. طبعا الصم هنا عايز تكتبه ماشي، مش عايز تكتبه انت حر، انا كده كده ما بستخدموش في الاجابه. طيب الخانه اللي بعدها اكس ماينس اكس بار باور 2، قلنا بمسك ده اعمل له باور 2 اكتبه هنا، ده باور 2 اعمله هنا، ده باور 2 اكتبه هنا، اهو بيقول لي اعمل له باور 2 بس في براكت، اوعى تنسى البراكت، يعني نيجاتيف 12 باور 2 في براكت عشان تديني 144، نيجاتيف 2 باور 2 في براكت هتديني 4، 0 باور 2 في براكت 0، 6 باور 2 ب 36، 8 باور 2 ب 64، وبعد كده عايز اجيب الصم، قدام الصم ده دايما المجموع 144 بلس 4 بلس 0 بلس 36 بلس 64، كل ده لما اجمعها هيديني 248. انا كده عملت لهم بلس. طيب خلصت الجدول، قلنا بنكتب الرول بتاعت الستاندرد ديفيجن. الناس اللي فاكره سيجما ايكوال روت اعمل كده فراكشن سم اكس ماينس اكس بار باور 2 اوفر ان. طب هتيجي تقول لي فين الاكس ماينس اكس بار باور 2؟ هو الرقم ده، ما هو مجموع الاكس ماينس اكس بار باور 2، ده اكس ماينس اكس بار باور 2 ده السم بتاعه، يعني روت، اوعى تنسى الروت، 248 اوفر ان. ان عدد الارقام دي، ان ده النمبر، عددهم كام رقم اهو من المساله، اوفر 5. وهنحسب الكلام ده كله بالكالكليتر هتلاقي طلع لك 7.042. دي اول فكره واظن ان الموضوع سهل. بصوا فيها كويس وركزوا واحده واحده، انا ما ورناش حاجه. اللي بعد كده يا شباب النوع الثاني،
النوع الثاني برضو بيطلب مني الستاندرد فيجن، النوع الثاني بيطلب مني الستاندرد فيجن بس الجدول اهو قدامك اهو جدول. بيقول لي فايند ذا ستاندرد فيجن اوف ايتش، واداني النمبر والفريكونسي. النمبر طبعا 0 1 2 3 لغايه 5 وبعد كده الصم، والفريكونسي الارقام اللي قدامك. ده النوع الثاني جدول وعايز الستاندرد فيجن. هتقول لي طب وايه الفرق؟ اللي فات كان ارقام بس، يعني كان مديني 2 و3 و24 و5 و7 وقال لي عايز الستاندرد فيجن بتاعت الارقام دي. فبالتالي كنا بنعمل ثلاث خانات بس، جدول من ثلاث خانات بس، لكن هي ده مديني جدول. طب امال الجدول ده اتحل ازاي؟ هنعمل تيبل تاني بس من ست خانات. ركز بقى معايا عشان هنحفظ التايتلز بتاعتها. الجدول اللي قدام او على طول انا راسم جدول من ست خانات، 1 2 3 4 5 6. يلا نحفظ مع بعض التايتلز. احنا لازم نحفظ التايتلز بتاعت كل جدول. اول حاجه اقول له اكس، استنى اغير لون القلم عشان يبان اهو، اكس كي، تاني واحد كي، بعد كده اكس كي، بعد كده اكس ماينس اكس بار بار 2 اهي، او اكس ماينس اكس بار، بعد كده اكس ماينس اكس بار بار 2، بعد كده اكس ماينس اكس بار بار 2 كي من الاول خالص. تعالوا نرجع ونسمع مع بعض اهو، نحفظ من الاول. قلنا ست خانات 1 2 3 4 5 6، دول اللي هيتحفظوا. بعد كده اكس اكس كي، هنا كي، بعد كده اكس كي، بعد كده اكس ماينس اكس بار، بعد كده اكس ماينس اكس بار باور 2، بعد كده اكس ماينس اكس بار باور 2 كي. يعني ايه الكلام ده؟ خلي بالك اكس هنقل الارقام بتاعت الاكس اللي هي النمبرز، النمبرز هي الاكس. كي كي دي اللي هي الفريكونسي، هنقل الارقام بتاعت الكي. اكس كي دي معناها اكس تايم كي، يعني هعمل لهم تايم، ده تايم ده، ده تايم ده اكتب الاجابه هنا، ده تايم ده اكتب الاجابه هنا، وهكذا. طب يلا نعمل الكلام ده. النمبرز انزلهم زي ما هم، 0 1 2 3 4 5 والصم. انا نقلت دي زي ما هي، حضرتك ما جبتش حاجه من عندك، كل دول كانوا مكتوبين هنا في النمبرز، نقلتهم عند الاكس. الكي نفس الكلام، هكتب الارقام بتاعت الفريكوانسي زي ما هي اهو، حضرتك ما جبتش حاجه من عندك. 3 و16 و17 و25 و20 و19 كلهم لغايه التوتال 100، لغايه دلوقتي انت ما عملتش اي حاجه، ما عملناش حاجه جديده، احنا بس حفظنا التايتلز. اكس كي اكس كي، اكس ماينس اكس بار، اكس ماينس اكس بار باور 2، اكس ماينس اكس بار باور 2 كي. قول معايا لو قدامي هخليك تسمع معايا، اكس كي اكس كي، اكس ماينس اكس بار، اكس ماينس اكس بار باور 2، اكس ماينس اكس بار باور 2 تايم كي. تمام، احفظ دول كويس قوي، الست تايتلز بتوع الست خانات اللي عندي. طيب احنا وصلنا الاولى والثانيه، نقلنا اللي عندي في المساله، النمبر هو الاكس والفريكونسي او السطر الثاني هو الكي. طيب اكس كي يعني اكس تايم كي، ده تايم ده، ده تايم ده، ده تايم ده، كل واحده تايم اللي قدامها، واكتب الاجابه هنا. 0 تايم 3 0، 1 تايم 16 16، 2 تايم 17 34، 3 تايم 25 75، 4 تايم 20 80، 5 تايم 19 95. التوتال انا مش محتاجه، حضرتك مش محتاج، سوري التوتال انا محتاجينه جدا، لازم تكتبه لي وتجمعه بالكالكليتر. هتقول لي اجيبه ازاي؟ 0 بلس 16 بلس 34 بلس 75 بلس 80 بلس 95، كل ده بالكالكليتر، انت مش محتاج تعمل اختراع. هتعمل ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده، كل ده على الكالكليتر هيديني 300. بكتب تحت قدام السم هنا 300، مجموع دول ب 300. تمام كده؟ طيب هنقف هنا بعد الثلاثه كولوم الاولانيين، لازم نعمل ستوب شويه. ليه؟ لان الثلاثه التانيين ما نقدرش نجيبهم من غير ما نجيب الاكس بار.
لان لو انت قريت التايتلز بتاع الكولوم او العمود الرابع لقيه اكس ماينس اكس بار. طب هتيجي تقولي الاكس بار اجيبه ازاي؟ هناك لما كانوا شويه ارقام كنا بنعمل ايه؟ عارفين كنا بنعمل ايه؟ مجموعهم ديفايد بعدد. طب هنا يا مستر ده جدول، اجيب المين ازاي من الجدول ده؟ المين من الجدول لازم اجيبه بالرول اللي انا هقولها لكم اهي، اكس بار الصم بتاع الاكس كي التوتال ده اوفر التوتال ده. يعني 300 اوفر 100 اللي هي ب 3. يبقى انا كده جبت الاكس بار ب 3. تاني من الاول، اول حاجه احنا حطينا النمبر زي ما هم، حطينا الفريكوانسي كي زي ما هم، بعد كده عملت الاكس كي، ده تايم ده كتبت الاجابه هنا، ده تايم ده كتبت الاجابه هنا، ده تايم ده كتبت الاجابه هنا، وهكذا. بعد كده عملت الكل دول بلس بعض طلعت لي 300. وقفت هنا بقى، هنا لازم اقف علشان اجيب الاكس ماينس اكس بار. الاكس ايه؟ طب عايز اعمل لها ماينس اكس بار، اجيب الاكس بار منين؟ الاكس بار بنجيبها بالرول دي. مش عايز تكتب الرول يا سيدي، ما تكتبش، على طول هتعمل لي ده ديفايد ده، التوتال بتاع الاكس كي اوفر التوتال بتاع الكي. يعني هتقول لي 300 ديفايدد 100 اللي هي بكام؟ ب 3. طيب بعد ما جبنا الاكس بار او المين ايكوال 3 كنا بنعمل ايه؟ هو التايتل اللي احنا كاتبينه هنا بيقول لي ايه؟ بيقول لي اكس ماينس اكس بار، ادي الاكس اهي ماينس الاكس بار اللي احنا جايبينها، يعني 0 ماينس 3، يبقى اول واحده نيجاتيف 3، يبقى انا هكتب في اول واحده نيجاتيف 3 اهي. طيب بعد كده اكس ماينس اكس بار يعني 1 ماينس 3 اللي هي نيجاتيف 2، 2 ماينس 3 نيجاتيف 1، كل واحده ادي الاكس ماينس الاكس بار، هزود هنا على كده اكس ماينس الاكس بار واكتب الاجابه هنا، 2 ماينس 3 نيجاتيف 1، 3 ماينس 3 ب 0، 4 ماينس 3 ب 1، 5 ماينس 3 ايكوال 1 ايكوال 2. بعد كده خلصت الاكس ماينس اكس بار، اعمل ايه؟ عايز اكس ماينس اكس بار بار. طبعا هنا التوتال انا مش محتاجه، ملوش لازمه معايا، ما تجيبوش، ما تجمعش على الفاضي، مش هتحتاجه في اي رول، انا هقول لك الرول بعد ما نخلص. اكس ماينس اكس بار بار 2 كنا لسه عاملينها في الجدول الاولاني، بمسك ده اروح اعمل له بار 2 في براكت، بمسك ده اعمل له بار 2 في براكت، واكتب اللي جنبه واكتبه هنا 2 بار 2 في 4 او نيجاتيف 2 بار 2 في براكت ب 4، واكدت على موضوع البراكت ده عشان لو ما اتعملش البراكت هتطلع بنيجاتيف 4، طبعا ده هيديني غلط. نيجاتيف 1 بار 2 في براكت ب 1، 0 بار 2 في براكت ب 0، 1 بار 2 في براكت ب 1، 2 بار 2 في براكت ب 4. طيب خلصت ده برضه السم بتاعه مش محتاجه. اخر خانه بيقول لي ايه؟ اكس ماينس اكس بار بار 2 تايم كي، شايفين الكل هنا؟ اهي. همسك ده تايم ده والاجابه تتكتب هناك. يعني اكس ماينس اكس بار بار 2 اهي ب 9، تايم الكل هي ب 3، 9 تايم 3 واكتب الاجابه هنا 27. بعد كده الرقم اللي هنا 4 تايم 16 64، الرقم اللي هنا 1 تايم 17 17، الرقم اللي بعد 0 تايم 25 25 ب 0، الرقم اللي بعد 1 تايم 20 20، اللي بعد 4 تايم 19 ب 76. يبقى انا دلوقتي عملت ايه؟ الخانه الاخيره انا بنفذ التايتلز اللي بيطلبوا مني، التايتل اللي طلبوا مني اكس ماينس اكس بار بار 2 اللي هو ده، تايم الكي اللي هو ده، فباخد الرقم اللي هنا تايم الرقم اللي هنا واكتب الاجابه هنا، الرقم اللي هنا تايم اللي هنا واكتب الاجابه هنا، وهكذا. بعد كده عايز اجيب السم بتاعهم لان ده اللي انا هشتغل بيه، كل ده بلس بعض 27 بلس 64 بلس 17 بلس 0 وهكذا، كل ده التوتال هيطلع لي كام؟ 204. طب وبعدين خلص اكتب ازاي؟ الرول بتاعتي بقى هنا بتاعت الستاندرد ديفيجن غير الرول الاولانيه، غير الرول بتاعت اول نوع اللي هو شويه ارقام، الرول بتاعت الجدول غير الرول بتاعت الارقام. طب ايه الرول بتاعت الجدول؟ لو احنا بصينا هنا ادي السيجما ايكوال، احنا هناك كنا بنقول ايه؟ هكتب لكم الرول القديمه، سيجما ايكوال سكوير روت سم اكس ماينس اكس بار بار 2 اوفر ان، صح كده؟ هنا بقى دي بتاعت الارقام، دي بتاعت السيت اوف فاليو مش بتاعت الجدول. طب بتاعت الجدول بقى هنعمل ايه؟
ادي السيجما بتاعتي او الرول بتاعتي الستاندرد ديفيجن روت التوتال بتاع ده اخر خانه. هناك كانت اخر خانه اكس ماينس اكس بار باور 2 بس، لكن هنا هقول له سام اكس ماينس اكس بار باور 2 كي اللي هو التوتال ده اوفر السم بتاع الكي. ادي الكي اهو، السم بتاع الكي اهو، هناك كان النمبر، هنا السم بتاع الكي يعني التوتال ده. يبقى انا هقول له الكلام ده ايكوال الرقم ده طبعا تحت الروت 204 اوفر 100 السم بتاع الكي. احسب ده كله بالكالكليتر هيطلع لي 1.428، كفايه اول رقم بعد الديسمال او اول رقمين مفيش مشكله. تمام يا شباب، ده النوع الثاني لو هيجيب لي جدول. طيب اخر نوع عندي النوع الثالث برضه جدول. تيجي تقول لي يا مستر طب ايه ده؟ هفرق ما بينهم ازاي؟ في فرق ما بينهم، ايه الفرق؟ اللي فات ده جدول ارقام عاديه، لكن ده جدول سيتس. هتقول لي يعني ايه سيتس؟ في زيرو وبعدها شرطة هنا، لو واخدين بالكم منها. واحد يقول لي ده نيجاتيف، لا يا بابا مفيش نيجاتيف بيتكتب هنا. يعني 2 كده دي ما اسمهاش نيجاتيف 2، النيجاتيف 2 بتتكتب كده. امال دي ايه؟ اسمها زيرو اب تو 2. يعني مثلا لو انا اعتبر ان دي درجات الطلبه في الامتحان، اللي جايب من زيرو لغايه 2 عددهم واحد، الفريكونسي ده العدد. اللي جايب من 2 لغايه 4 يعني اللي ما بين 2 وال 4 عددهم 3. اللي ما بين ال 4 وال 6 عددهم 6. اللي ما بين ال 6 وال 8 عددهم 5. اللي ما بين ال 8 وال 10 اللي بعدها، لان انا بمشي بنفس الباترن، هنا بيزود بال 2 يبقى طبيعي اللي بعد ال 8 10 عددهم 5. يبقى دي اسمها جدول سيتس. طب هتقول لي ايه الفرق ما بينها برضه وبين اللي فات؟ هناك ما فيش هنا اب 2، هنا في اب 2، في اللي فاتت ما فيش. اهو هرجع لك اللي ورا اهو كده، بص معايا هتلاقي ما فيش اب 2 اهو، نمبر 0 1 2 مفيش الشرطه دي بتاعت اب 2. هتقول لي ايه ده، هي تفرق؟ طبعا تفرق، بتغير المساله كلها. يبقى ده جدول ارقام عاديه، لكن الثاني جدول سيتس، الثاني جدول سيتس. يبقى طريقه السيتس بقى مختلفه. هتقول لي طب اعمل ايه؟ انا عرفت انه جدول سيتس، هعمل ايه؟ احله ازاي؟ احنا قلنا اول مساله او اول نوع ستاندرد ديفيجن على اللي انا قلت لكم في اول حصه ثلاث انواع. كان سيت اوف فاليو شويه ارقام 2 4 و5 و7 و8 وقال لي هات الستاندرد ديفيجن، عملنا جدول مكون من ثلاث خانات. اللي فاتت كان جدول عادي مش سيتس، عملنا تيبل مكون من ست خانات. طب ده جدول سيتس هعمل ايه؟ قال لي هعمل تيبل من سبع خانات. يبقى انا عندي ثلاث خانات اول نوع، ثاني نوع ست خانات، ثالث نوع اللي هو اكبر نوع واخر نوع سبع خانات، سبع كولوم هرسمه. طب تعالى نحفظ مع بعض الاسماء. خلي بالك هو زي اللي فات بالظبط، بس هنزود كولوم مختلف عشان ما تتخضش وتقول انا هحفظ كل ده. لا، احنا هنزود بس اول كولوم هنكتب فيه سيتس، الباقيين زي ما هم. اللي احنا السته اللي لسه حافظينها اكس كي اكس كي اللي هي اكس تايم كي، اكس ماينس اكس بار، اكس ماينس اكس بار باور 2، اكس ماينس اكس بار باور 2 كي. يبقى كل السته دول زي الجدول اللي فات، ده الزياده بس، ده الزياده انا زودت السيتس بس، لكن السته دول هم اللي فات عشان ما تحفظش جديد، انت اوريدي حافظهم. يبقى اول حاجه بزود بس السيتس، هنكتب السيتس زي ما هم 0 و2 واب تو 4 واب تو 6 واب تو 8 والتوتال بتاعهم. الاكس بقى الفكره كلها هنا، ركز معايا عشان نعرف الاكس دي بتتجاب ازاي، لان كل الفكره بتاعت المساله دي الباقي كله سهل، هو اللي حليناه قبل كده، لكن الفكره كلها ان انا اجيب اكس صح. اجيب اكس صح ازاي؟ الاكس دي هي السنتر اوف سيتس. انا عشان اجيب الرقم ده هعمل ايه؟ همسك ده بلس ده اوفر 2، يعني 0 بلس 2 اوفر 2، 0 بلس 2 اوفر 2 اللي هو 1. يبقى اول حاجه طلعت 1. طب عشان اجيب ده اللي قدامه بلس اللي تحت اوفر 2، يعني 2 بلس 4 اوفر 2، احسبها على جنب، 2 بلس 4 اوفر 2 هتديني 3. بعد كده عايز اجيب ده، يبقى المفروض 4 بلس 6 اوفر 2، صح كده؟ 4 بلس 6 اوفر 2 هتديني 5. وقف هنا، حضرتك بص على الباترن اللي احنا ماشيين بيه، 1 بقت 3 بقت 5، خلاص مش لازم تكمل الباقي بالحساب ده، امشي بنفس الباترن. هنا بيزود بال 2، مش 1 لما بقت 3 يعني زود 2، 3 لما بقت 5 زود 2، يبقى ال 5 لما زود لها 2 هتبقى كام؟ 7، 7 لما زود لها 2 هتبقى كام؟ 9. بس كده. يبقى انا كده جبت الاكس زي ما هي، مش محتاج حاجه تاني. بعد ما جبت الاكس
دي اهم حاجه عندي، جبت الاكس بتاعتي. بصوا بقى، بعد ما جبنا الاكس، الكي دي الفريكوانسي، هنزلها زي ما هي اهي، ما بعملش فيها اي حاجه، 1 و 3 و 6 و 5 و 5 و 20 لغايه التوتال، نزلتهم زي ما هم. يبقى انا لغايه دلوقتي مفيش جديد، بس كتبت السيتس اللي هو مدهاني، نقلتها من هنا وجبت بس السنتر اوف سيتس. ازاي جبت ال 1؟ ال 0 بلس ال 2 اوفر 2، كل ده اداني 1. بعد كده ازاي جبت ال 3؟ 2 بلس 4 اوفر 2 اديتني 3. ازاي جبت ال 5؟ 4 بلس 6 اوفر 2 اديتني ال 5. بعد كده وقفت، عايز تكمل كمل، بس انا خلاص ما دام لقيت باترن بيزود بال 2 يبقى الباقي كله. طبعا مش في نفس المساله، يعني مش كله هتقول لي كل مساله تلاقيه باترن 2، ممكن المساله تلاقيه بيزود بال 5. لما تجيب الاكس في اول ثلاثه تلاقي مثلا واحده 5 واحده 10 واحده 15 يبقى بيزود بال 5، يبقى تكمل تزود بال 5 على حسب المساله اللي عندك. طيب بعد كده اجيب الاكس كي ازاي؟ خلاص بقى نفس المساله اللي فاتت، اكس تايم كي، 1 تايم 1 1، 3 تايم 3 9، 5 تايم 6 30، 7 تايم 5 35، 9 تايم 5 45. اجيب الصم بتاعهم كلهم بعمل لهم بلس، ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده، كل ده هيديني 120. بعد كده اكس ماينس اكس بار، قلنا بنقف هنا، هناك كان بعد ثالث كولم، هنا بعد الرابع، لان انا زودت السيتس ما كانش موجود في اللعبه، لازم انا اعمل ستوب علشان اجيب الاكس بار. طب اجيب الاكس بار ازاي؟ اتعلمناها في الجدول اللي قبل ده، قلنا ما دام جدول بجيب الاكس بار ازاي؟ اهو الصم بتاع الاكس كي اوفر الصم بتاع الكي، يعني الرقم ده ديفايدد الرقم ده، 120 ديفايدد 20 اللي هو ب 6، يبقى انا كده جبت الاكس بار ايكوال 6. بعد ما جبت الاكس بار ب 6 المفروض ايه؟ اكس ماينس اكس بار، يعني امسك كل اكس، اكس اللي دي مش السيتس، ماليش دعوه بالسيتس، خلاص مهمتها انتهت. اكس الرقم ده كام؟ 1 ماينس 6 نيجاتيف 5، 3 ماينس 6 بنيجاتيف 3، 5 ماينس 6 نيجاتيف 1، 7 ماينس 6 ب 1، 9 ماينس 6 ب 3. يبقى انا كده كل واحد من دول عملت له ماينس الاكس بار وكتبتها في الخانه بتاعت اكس ماينس اكس بار. اللي بعد كده طبعا التوتال هنا احنا اتفقنا ان احنا مش محتاجين. بعد كده اكس ماينس اكس بار باور 2 اتفقنا بحطها في براكت باور 2 اكتبها هنا، نيجاتيف 5 باور 2 ب 25، نيجاتيف 3 باور 2 في براكت ب 9، نيجاتيف 1 باور 2 ب 1، 1 باور 2 ب 1، 3 باور 2 ب 9. تمام؟ برضه مش محتاج التوتال بتاعها. اخر حاجه بقى، عايز اجيب الاكس ماينس اكس بار باور 2 كي، يعني اكس ماينس اكس بار باور 2 ده تايم الكي اللي هو ده، تبقى واخد بالك احنا بنعمل مين تايم مين؟ ده تايم ده، واكتب الاجابه هنا، ادي 1 تايم 25، بعد كده 3 تايم 9، 27، بعد كده 6 تايم 1 ب 6، انا بنفذ التايتل اللي فوق مش من عندي، مش بختار بمزاجي، هو قال لي اعمل اكس ماينس اكس بار باور 2 اللي هو ده تايم الكي اللي هو ده، 5 تايم 1 ب 5، 5 تايم 9 ب 45. بعد كده عايز اجيب التوتال او الصم، اعمل لي كل دول بلس بعض بالكالكليتر، ده بلس ده بلس ده بلس ده بلس ده، كل ده هيطلع لي 108. طب ازاي بقى الرول بتاعتي بتاعت اللي هي الستاندرد ديفيجن؟ قلت لنا كل واحده ليها رول مختلفه، لا هي اول واحده بس اللي هي الفاليو ليها رول مختلف، لكن الجداول الاثنين زي بعض. طب بالنسبه للجدول ده حد فكرني بالرول؟ اه سيجما ايكوال سكوير روت سم ها اكس ماينس اكس بار باور 2 كي اوفر السم بتاع الكي، صح ولا غلط؟ يبقى هنا اقول له السيجما ايكوال ها ادي الروت اكس ماينس اكس بار باور 2 كي، السم بتاعهم بكام؟ 108، يبقى هنا اكتب 108 اوفر السم بتاع الكي هنا بكام؟ ب 20، يبقى احسب دي على الكالكليتر واقول له روت 108 اوفر 20 هتديني 2.3، ويبقى انا كده خلصت الجدول ده وخدت درجتي كامله، لان انا جبت له عملت الجدول وجبت الستاندرد ديفيجن. تمام يا شباب كده؟ اظن الموضوع بسيط باختصار، اختصار شديد بسرعه كده. تعالى اقول لكم، احنا هنا قلنا
الستاندرد ديفيجن ثلاث انواع، تعال نشوف الثلاث انواع تاني. اول نوع بيديني شوية أرقام ويقول لي فايند ستاندرد ديفيجن 2 و 3 و 5 و 7. بنعمل الجدول مكون من ثلاث خانات بس، ثلاثة بس، اكس اكس ماينس اكس بار، اكس ماينس اكس بار باور 2. قلت دول هيتحفظوا. النوع الثاني بيديني جدول عادي مش ساتس، جدول عادي مش ساتس، هنا النمبر وهنا الجريد. قلنا بنعمل كده ست خانات، هنا اكس وهنا كي وهنا اكس كي، اكس ماينس اكس بار، اكس ماينس اكس بار باور 2، اكس ماينس اكس بار باور 2 كي. الجدول اللي بعده بتاع السيتس بيبقى جدول هنا في سيتس وهنا فريكونسي اللي هي بتبقى 5-10 up to 20 وهكذا. كل اللي بنزوده عليه بنزود هنا السيتس، واكتب السيتس زي ما هي، والاكس اللي هي السنتر اوف سيتس ده بلس ده اوفر 2 زي ما اتعلمنا، وبجيب الستاندرد ديفيجن. دول الثلاث انواع اللي عندنا. صعب يا شباب الكلام ده؟ طيب بسرعه كده برضو بالمره ما دام خلصنا، انا هراجع معاكم شويه حاجات من امتحان محافظه القاهره السنه اللي فاتت. احنا كده خلصنا المنهج، مش طالب منكم غير ان انتوا تذاكروا وتحلوا امتحانات كامله على بعض. انا عايز تحلوا امتحانات كامله على بعض. تعالوا بس احللكم التشوز اللي في محافظه القاهره السنه اللي فاتت كده بسرعه. ده اللي في المعاصر اللي انا قلت لكم ابتدوا حلوه، انا هحل معاكم شويه حاجات كده عشان اشوف الناس اللي حلت والناس اللي بتراجع معايا وتشوف الدنيا ماشيه ازاي. اول حاجه بيقول لي تشوز، ده اول واحده في التشوز بيقول لي a ماينس 3 A plus 3 و B minus 1 equal negative 2 و 4. Then A plus B equal 0. طب ما تيجي نفتكر احنا في الاوردر بير، قلنا لو عندي اوردر بير equal اوردر بير بنعمل ايه؟ نقسم الصفحة نصين، نقول ال A plus 3 equal negative 2 يعني الاولاني من هنا equal الاولاني من هنا، والتاني من هنا equal التاني من هنا، يعني B minus 1 equal 4. يلا نجيب الـ A وادي ده الناحية التانية، يعني A equal negative 2 minus 3 negative 5. الـ B equal 4 plus 1 اللي هي بكام؟ بـ 5. يبقى أنا طلعت الـ A بـ negative 5 وطلعت الـ B بـ 5، هو بيقول لي عايز A ولا B؟ لا ده بيقول لي عايز A plus B، يعني 5 plus negative 5 اللي هي بـ 0، الإجابة بتاعتي الأولى هي 0. اللي بعد كده السؤال التاني بيقول لي هنا ده من السنين اللي فاتت. خلوا بالكم انا قلت لكم معلومه، انت امتحان حضرتك اللي بيجي كل سنه واللي هيجي لحضرتك ان شاء الله هيبقوا خمس اسئله، منهم السؤال الاولاني تشوز. السؤال الاولاني ست بوينت تشوز عليهم ثلاث درجات، يعني كل واحده اللي تشوز عليها نص درجه. دايما بيجيب لي واحده او اثنين من السنين اللي فاتت، فاحنا دي هنعملها ازاي؟ حضرتك راجع على كل الامتحانات اللي عندك في المعاصر، انا قلت هنحل كله وهتكلم معاكم بعد ما اخلص نحل ازاي. كل الافكار القديمه هتلاقيها موجوده في الامتحانات دي في اللي تشوز، بس طبعا مش هيجيب لي مساله لكن هيبقى نقطه في اللي تشوز او اثنين في اللي تشوز عليهم درجه. طبعا ضروري ان احنا نهتم بيهم، مش معنى ان هم من السنين اللي فاتت يبقى ما نعرفهمش، لا احنا محتاجين كل نص ده. فاحنا الموضوع بسيط، ادي مساله من السنين اللي فاتت، هو بيقول لي اكس ماينس واي ايكوال 5، يبقى 6 اكس ماينس 6 واي. حضراتكم اكيد فاكرينها، بناخد ال 6 كومن فاكتور، مين اللي هتزيد هنا؟ اكس ماينس واي. طب ما هو قايل لي الاكس ماينس واي بكام؟ قايل لي عليها بكام؟ ب 5، يعني كانها 6 تايم 5 اللي هي بكام؟ اللي هي ب 30، يبقى الاجابه الاولانيه هي 30. اللي بعد كده بيقول لي لو اكس و3 و4 و6 ار بروبورشن زين اكس ايكوال كام؟ طبعا هنا ما قاليش دي كونتينيوس بروبورشن، بيقال لي بروبورشن عليه، فلما نيجي نرصها الناس اللي فاكره الاولاني على الثاني اكس اوفر 3 ايكوال 4 اوفر 6، اعرف اجيب الاكس ولا لا؟ اه طبعا هنعمل كروس مالتيبليكيشن، يعني الاكس ايكوال 3 تايم 4 اوفر 6 اللي هي هتطلع لي 2. اللي بعد كده السؤال الرابع في اللي تشوز دي برضو من السنين اللي فاتت، انترفل سيت 3، طبعا دي سهله اي حد هيعرفها، سيت 3 يونت انترفل اوبن 3 لغايه ال 5 كلوزد. طبعا يونيون
يعني زود، يعني انا عايز ازود السري على الانترفال ده. تيجي تقول لي ما السري موجوده هنا، لا مش موجوده يا حبيبي. احنا قلنا ما دام البراكت اوبن يعني معنى كده انه مش موجود. طب لما اجي ازودها يبقى ايه؟ هتبقى كلوزد 3 ل 5 كلوزد. طبعا الاجابه الاخيره اللي هي نمبر دي. اللي بعد كده اللي انا قلت لكم عليه من شويه، سؤال في اللي تشوز على الستاتستكس بيقول لي ذا بوزيتيف سكوير روت اوف مين اوف ذا سكوير اوف ديفيجن اوف ذا فاليو فروم زير ارثماتيك مين از كولد. لسه متفقين ده الديفينيشن بتاع السيجما، سكوير روت سم اكس ماينس اكس بار باور 2 اوفر ام. يبقى ده طبعا الديفينيشن بتاع الستاندرد ديفيجن، ما طلبتش منك تحفظه، بس هو بيجي لي في التشوز كده. انا بقول بحفظ الرول بس مش هنحفظ الديفينيشن، بس لو جالي في التشوز ابقى عارف ان ده الديفينيشن بتاع الستاندرد ديفيجن. اللي بعد كده بيقول لي لو الاكس باور 2 ايكوال 25 والاكس بيلونج لزد زين اكس ايكوال 10. احنا قلنا في اي ايكويشن او عايز اجيب الاكس وهي باور 2 هعمل سكوير روت، يعني الاكس ايكوال سكوير روت 25. طبعا ما دام في الايكويشن وعملت لي سكوير روت يبقى لازم اجابتين بوزيتيف ونيجاتيف 5، ودي برده من الحاجات القديمه اللي كلكم عارفينها. يبقى الاجابه بتاعتي بوزيتيف ونيجاتيف 5. ده السؤال الاولاني خدت 3 درجات. السؤال الثاني بيرجعنا لشغل الريليشن. شغل الريليشن بيقول ايه؟ لو الاكس بتاعتي ايكوال 2 والواي ايكوال 3 و4 و5، عايزين حضرتك تقول لي اكس برودكت واي. كل اللي احنا هنعمله ادي الاكس برودكت واي ايكوال الاكس بكام؟ سيت 2 برودكت، الواي بكام؟ سيت 3 و4 و5. يلا نعمل برودكت، نعمل براكت كبير سيت جواه شويه اوردر بير، ال2 هتروح هنا مره وهنا مره وهنا مره، يعني 2 و3 بعد كده 2 و4 بعد كده 2 5. واقفل البراكت. نمبر بي ادي 1 وادي 2. نمبر 2 بيقول لي عدد الواي 2. عدد الواي 2 يا شباب احنا هنا لو عايز اجيب عدد الواي 2 هو عباره عن نمبر اوف واي برودكت نمبر اوف واي. الكلام ده ايكوال عدد الواي كام؟ ادي الواي اهو كام رقم؟ 3 تايم 3 اللي هي بكام؟ 9. واحد يجي يقول لي مثلا طب انا ممكن اعمل ايه؟ 1 2 3 باور 2 يعني 3 باور 2 9. صح يا حبيبي هي هي. طب تالت حاجه بيقول لي عايز الاكس 2. الاكس 2 دي عباره عن اكس برودكت اكس، صح كده؟ يعني سيت 2 برودكت سيت 2. قلنا سيت 2 برودكت سيت 2 بعمل سيت وال 2 وال 2. يعني هنا اوردر بير وفي سيت 2 و 2. اخر حاجه السؤال التاني بي هنحله، يبقى كده رجعنا على شويه حاجات كمان. بيقول لي لو ال A over B equal 3 over 5 find the value of 7 A plus 9 B over 4 A plus 2 B and the simplest 4. احنا اتفقنا الشكل ده لما يجيبه لي بنقول له ما دام ال A over B equal 3 over 5 بقول له يبقى ال A equal 3M وال B equal 5M، ونعوض بقى هنا اي ايه اشيلها واحط مكانها 3m، اي بي اشيلها واحط مكانها 5m. يلا 7 تايمز 3m بعد كده بلس 9b يعني 9 تايم 5m تحت 4 تايمز 3m بعد كده بلس 2 تايم 5m. يلا نحسب اللي فوق 7 تايمز 3m ب 21m، 9 تايم 5 45m. احسب معايا 3 تايم 4 ب 12 ام، 2 تايم 5 ب 10 ام. لما نيجي نحسب هنا 20 و 40 66 ام، وهنا 10 و 12 22 ام. طبعا لما اعمل سمبليفاي الام هتتكنسل مع الام، 66 ديفايد 22 كل ده هيديني 3، يبقى الاجابه بتاعتي 3 ايكوال 3 وكده خلصت المساله. بصوا بقى يا شباب، اتمنى طبعا ان انتوا تكونوا فهمتوا كويس درس النهارده. هو درس سهل مش صعب، درس يعني انا شايفه مش صعب، درجاته مضمونه. انا معاكم مش هسيبكم، لو في اي حاجه او في اي حد ما فهمش اي حاجه في الجزء ده او واقفه معاه اي مساله طبعا رقم معاكم كلكم كلموني. طيب احنا هنعمل ايه الفتره الجايه؟ احنا قدامنا يا شباب
لغايه اول شهر 2، يعني معانا مثلا 15 يوم، اسبوعين. الاسبوعين دول هنقعد نراجع ونحل مع نفسنا، يعني احنا كده خلصنا المنهج باخر درس في الجيومتري. طالب من حضرتك ما توقفش حل. انا عارف ان انتوا هتقولوا لي في اجازه ومش في اجازه، طب نلعب شويه. انا ما قلتش تذاكر على طول وما قلتش تلعب على طول، بس على الاقل خلي في دماغك المعلومه ثابته لغايه لما نحتاجها في شهر 2. انا عارف ان الوقت طويل، مش بطلب من حضرتك غير انك تحل الامتحان الجبر النهارده يوم يعني، وتاني يوم امتحان جيومتري، تالت يوم تريح. امتحان الجبر، امتحان جيومتري، تالت يوم ما تحلش خالص، وهكذا لغايه لما نتقابل ان شاء الله في اول 2. هقول لكم ان شاء الله مواعيد مراجعات، وباذن ربنا تكون الدنيا فتحت ونقدر نعمل مراجعات واشوفكم فيس تو فيس بدل الاونلاين. وطبعا هيبقى موجود برضه الاونلاين مكمل للناس اللي هي مش قادره او مش عايزه تنزل. فانا اتمنى ان احنا ما نبطلش حل امتحانات، واللي يقف معاكم انتوا معايا كده كده على الجروب، نبعت ونحل مع بعض ونساعد بعض. اشوفكم على خير ان شاء الله يا شباب، وربنا يوفقكم.